الف مبروك، ربنا يطمنا عليك يا رب. طمنا على صحتك عامله ايه؟ والله كانت رحله جميله 100 100 وعبال العوده. وش حد غير بسم الله ما شاء الله منور، ربنا يعني يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. احساسك ايه كده وانت اول ما وصلت كده الكعبه وشفت بيت ربنا؟ اي والامانه والله حاجه حلوه 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 وما تتصور. صحيح امانه حاجه، اللهم صل على النبي، كل حاجه فيها راحه. تعيد طبعا بكل اللي نفسك فيه. الحمد لله، يعني تعيد لنفسك ولبيتك ولادك كل الحمد لله. اي نفسك ان شاء الله تروح تاني. امين يا رب. يعني يا امين، ابا العوده يكون معانا ان شاء الله. ان شاء الله الحمد لله رضا. خدمه هناك، الناس هناك متعاونه. اي خدمه متوفره وحاجه عظيمه ما فيش بعد كده. أي والناس حاجه ما فيش بعد كده امانه، يعني ولا حد بيه زعم حد القدر بس اكن كده. اي كنت زعم حد ما فيش حد ده معاك. بقالك كام يوم هناك كده؟ والله يا جدعان بقالنا 23 يوم. ايوه اي صح كده 23 يوم. رحنا يوم السبت المدينه، قعدنا اربع ايام. وعليك السلام. كان يوم الحاج مبروك، تعالى طمنا عليك. تعالى احنا المدينه المنوره. ايوه من هنا على المدينه المنوره. ايوه قعدنا في المدينه المنوره اربع ايام من يوم. ايوه قعدنا في 20 18 قعدنا 18 يوم في الحرم 18 فتره الحج. اي كلها رحت المدينه انت كويسه والفندق ممتاز والفنادق حلوه يعني. بس احنا تبع الجمعيه. بسرعه يعني احنا تبع الجمعيه واكل وشرب يعني متوفر. احساسك ايه هناك كده اول ما وصلت كده شفت مكه وشفت الحرم؟ لا حاجه حلوه امانه يعني، احساس ما توصفش. الحمد لله نحمد الله ونشكر الله. ان شاء الله ربنا يكتب لك مره ثانيه باذن الله يا رب. صحتك بخير الحمد لله. صحتي الحمد لله يا رب. انت منين؟ انا من منشيه القناطر الاقصاص. باب منشيه القناطر. اي اهلا وسهلا، ربنا يبارك لكم. الف مبروك، عامله ايه؟ طمنين عليك. يلا صحتك عامله ايه؟ الحمد لله كله بخير. عايز الدكاتره وفيكم ومفيش بعد كده يعني. الحمد لله الناس قابلونا مقابله كويسه وقضينا مسانق الحج. ايوه وعقبال اهلي كده يعني. انا مبسوطه ومبسوطه بالحج اللي انا نولته. ايوه انا فرحانه بالرحله اللي انا رحتها اصلا. الرحله اللي رحتها رحله سعيده وبعدين قضينا مناسك الحج. تمام شوفوا بقى بتبقى ايه. انا عاسه. تعالوا انتوا مع بعض. لا تعالوا بقى جنب بعض كده. لا تعالوا. الحاج الواحد اللي بدا وانا مش واخد بالي خالص. احنا بلديات واحد. ايوه انتوا ثلاثه بلديات. لكن انا عايز الزوج والزوجه بقى حاجه. امسك كده انت اللي قلت بنفسك بقى. طمنوني كده يعني، ربنا يديكم الصحه وانتوا رايحين بكامل الصحه. رايحين بكامل صحتكم كده يعني، احساسكم ايه كده وانتوا مع بعض يعني؟ ربنا مريح. والاحسن ليها اي زوجه تطلع يكون جوزها معاها. ايوه دي احلى حاجه. بتتقابلوا هناك يعني ما بتتوهوش من بعض؟ ايوه. انتوا اكيد بتتوهوا. اجي انزل الصاله ببلغ. وبالتليفون معاكم التليفون بتتعاملوا مع بعض بيه؟ وكنت شارك خط من هناك.